هو كذا أصفر جينا اليوم نقفوا وقفة رجل واحد، علاش؟ لأن معاناة ديالنا واحدة. الوكالات أصبحت على حافة الإفلاس. اليوم شفنا أن السلطات المحلية خدات واحد الإجراءات اللي هي غير كافية، أنه فعلا كان هناك دعم للشغيلة، ولكن الشغيلة هذا الشيء لا يكفي. وكيل الأصفار عنده العيب كبير، وهذا العيب خصو مواكبة، المواكبة بالاستمرارية ديال الدعم. هناك وكالات عليها قروض، وكالات عليها استثمارات، وكالات عندها عمال، أقل شيء كما قلنا الإخوان، الوكالة أقل شيء عندها 5 ديال الموظفين، هادو 5 ديال الموظفين، الوكالة اللي ما عندهاش دخل آخر كيفاش غادي تستمر؟ بغينا السلطات تعرف هذه المعاناة اللي حنا كنعانيو منها، وبغينا نشوفوا أنه متى تفتح الحدود، لأن الحدود حنا كنشتغلوا غالب الشغل ديالنا مع فتح الحدود. وكما كان قلت للاخ انه رقم المعاملات ديالنا ماشي كنقولوا نزل، راه ما بقاش رقم المعامل ديالنا، بقى يعني تحت الصفر، وبغينا المواكبه الدائمه. المعاناه الاكراهات اللي حنا كنعانيو منها بزاف، يعني حنا كوكاله اصفر حنا لو دينامو ديال داك الموتور المحرك ديال القطاع ككل، يعني حنا اللي كنشغلوا الفنادق، حنا اللي كنشغلوا المرشدين، حنا اللي كنخدموا الصانع التقليدي وبطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره. يعني دابا كنطالبوا ان الجهات المختصه الوزاره يلتفتوا لنا، يتصنتوا لنا، يسمعوا المعاناه ديالنا. حنا راه عندنا بزاف ديال المعاناه، وعندنا بزاف يعني ماشي غير مصاريف اللي كاينه ديال المقر مثلا او الضوء، عندنا حتى حنا كنديروا ترويج من مالنا الخاص، ما كنلقاو حتى شي دعم. يعني هذا الشيء كامل يعني طالبوا بالمسؤولين يلتفتوا لنا وتصنتوا لنا ويساعدونا ماديا ومعنويا. عندنا ناس بزاف اللي ماتوا ماشي بكورونا، ولكن ماتوا بالحسره بالقهره، كاينين حنا دابا هنا باش نساندوهم ونوصلوا صوتهم والله يرحمهم. سمعنا انه سيتم استفاده من قرب الاكسجين والسفر، كاينين الناس اللي استفدوا منه، ولكن المصيبه شنو هي؟ هو انهم دابا في هذا الشهر واحد خصهم يبداو يخلصوا فيه، والحدود مازالت مغلقه، كيفاش غادي يخلصوا؟ يعني غيدخلوا في مشاكل مع الابناك. يعني عاد عندنا مشغلين خصهم يبقاو خدامين، خصنا نحافظوا على مناصب الشغل. حاليا دابا ولينا الناس اللي لقى شي فرصه فين يخدم في شي قطاع اخر او يهاجر خارج البلد. يعني حنا دابا منين غادي ترجع السياحه غادي يلقاو عندنا اشكال كبير، ان في, 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 في شي غيله ما غنلقاوش اللي غادي يخدم، مع العلم اننا حنا لي بروفيل ديالنا راه كيخص يكون في عنده على الاقل يتكلم واحد 3 ديال اللغات، عنده دبلومات، عنده مسائل، لان حنا راه كنصنعوا واحد البرودوي، حنا اللي كنعرفوا كيفاش نقدموا ونعطيو لوجهات اخرى، حنا اللي كنقوموا بالترويج، حنا اللي كنديروا يعني عندنا مصاريف كبيره. كاينين اللي استفدوا ولكن دابا خصهم يخلصوا، وكاينين دابا وكالات اصفر اللي فتحوا في مارس 2020 ما استفدوا من حتى شي حاجه، هذوك شنو يعني حطوا لانفيستيسمون ديالهم وضايعين دابا. يعني احنا بغينا الناس يلتفتوا لنا، ولكن دابا كل شيء تضرر، يا وكالات قديمه يا وكالات جديده يا وكالات بزاف ديال المشغلين. وشكرا. اليوم بعدا انا فرحانه مني كنشوف كنلقى بزاف ديال الزملاء ديالي والزميلات في القطاع ديال شركات السياحه، جاوا من جميع ربوع المملكه، يعني من الشمال، من الجنوب، من الشرق، جينا احنا من الدار البيضاء باش نحسوا تحسيس سنسيبيليزي مدام لا مينيستر سور لا غرافيتي دو لا سيتواسيون اللي كنعيشوها، حيت حنا فعلا اول مره الناس ديال السياحه كيخرجوا. دوزنا بزاف ديال الازمات ملي كانت كتكون الضربات الارهابيه وداك الشيء، ودائما كنا كنعاود نوقفوا بوحدنا. اليوم ما نقدروش بوحدنا، اون بيزوان دان سوتيان، اون بيزوان دان اكومبانيومون من السلطات وعلى راسهم وزاره السياحه. اليوم ما نقدروش نخلصوا القروض اللي خداوها الشركات باش يعيشوا هاد العامين ديال لابانديمي. الناس اللي من شهر 6 ما توقفوش ليهم القروض ديال الابناك ديال الديور ديالهم ديال لي ليزين كونسوماسيون، هاد الناس راهم مهددين باش يخرجوا من ديورهم، والشركات السياحه مهددين بالافلاس. الا ما عاونوناش خص اول بزاف ديال المطالب كاينه، ولكن غنحددوها في جوج اللي هما مهمين، اللي هما خصهم يتوقفوا الضرائب. لا ماشين نو تورن با، اون نو بو با بايي لي زامبو. كيفاش انت كطالبني نخلص لك اون تاكس ديال النظافه اون تاكس ديال هذه، وانا لاجونس مسدوده لانك انت حل المطار؟ راه الاغلبيه ديال لي زاجونس دو فواياج كيخدموا مع الانترناسيونال، راه ما كيخدموش مع باش يبقاو يقولوا لنا السياحه الداخليه، ما عمرها ما غتكون السياحه الداخليه بديل السياحه انترناسيونال.
حنا كنخدموا مع الانترناسيونال، حنا كنامبورتي لو ديفيز، حنا واحد الوجهه جميله ديال المغرب. نوسوم حتى لو سيتينغ ديالنا الي ا ليماج دو نوت بروفيسيون، يعني واحد الوقفه احتجاجيه راقيه سلميه مزيانه. حنا كنطلبوا من السيده الوزيره ليكزيكسيون ديال لي ميزور باش يعاونونا باش نقدروا نعيشوا بو كون بيس سورفيف، لان الا ماتوا الشركات ديالنا غادي يموتوا معها الموظفين اللي خدامين عندنا. دونك نقضوا السياحه، ها هي درناها لكم، شكرا.